توليت مسؤوليه فريق الكره النسائيه، كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ تعالى لي بقى بيوم يبقى جاهز من الثالثه شمال دي لازم اخدها النهارده بالغنى اللي بيهز جبال فعلا. ازاي حصل؟ ما فيش، انا جالي مكالمه من الكابتن محمود الخطيب. هو اللي كلم؟ نعم. شادي انت فين؟ قلت له في البيت. قال لي بكره الساعه 2 مستنيك في، انت ساكن فين؟ قلت له كذا كذا. قال لي طب انا مستنيك في مدينه نصر، في الفرع في مدينه نصر. بصراحه من اول ما دخلت النادي استقبال اكثر من رائع. بعد كده قعدنا دردشنا شويه، طمن عليا وطمنت عليه. كانت مقابله من وقت وكناش اتقابلنا كده، كان دايما الايفنتات بيبعت لازم شادي يبقى موجود وكده، كان بيبلغوني كده في النادي. بيتكلم معايا في بعض الامور الشخصيه. وكانت قاعده وديه، ما كانش فيها، ما عرضش عليا حاجه خالص. اتكلم معاك كده عادي، اتكلم، قعد يسمع بعمل ايه الوقت اللي فات ده كله. وانا يعني هستغل قناه النادي الاهلي، مش عايز اتكلم في اسرار قوي، على قد عايز اتكلم في احساس انا حسيته. قال لي ابعد النادي الاهلي شويه على جنب، ابعد رئيس الاهلي على جنب شويه. انت اي وقت احتجت اي حاجه ترفع عليا سماعه التليفون. حلو. اي وقت. انا اخوك الكبير وانت ليك اسم في النادي كبير. جميل. فاي حاجه احتجتها ابعد عن مجال الكوره خالص لازم ترفع عليا سماعه التليفون. جميل. فما اتكلمناش في حاجه خالص، كان الكلام كده اكتر من تلت ساعه. وقعدنا دردشنا وشرح لي بعض الامور وبتاع، وعرف انا بعمل ايه. قال لي انا عايز اعرض عليك حاجه. والحاجه دي مهمة جدا بالنسبة لي، جديدة. وأنا عندي تخوف منها بشكل كبير، وعايزك تدرسها كويس. وراح جاي قال لي الكرة، قال لي هتمسك قطاع الكرة النسائية، هنعمل فرقة وهنشارك في الدوري وتجيب لي رؤية كاملة. فأنا أول حاجة كده بصينا لبعض وضحكت. قلت له اول حاجه كابتن ما ينفعش حضرتك تقول لي اي حاجه واقول لا، وما ينفعش النادي الاهلي يطلب مني اي حاجه، انا عايز ارد الجميل للنادي الاهلي. فقال لي خلي بالك عشان دي صعبه جدا. ممكن المسمى، انت ليك تاريخ كبير جوه النادي. نعم. وحافظ حاجات كتير جوه النادي الاهلي، وجا الوقت اللي انت تبقى موجود هدعمك كويس بكل قوه، بس صعب. طبعا. قال لي الناس تشوفها سهلة جدا، وإيه شادي يختاروه لي دي حاجة قليلة. نعم. قال لي بس بقول لك صعبة جدا. أنت اشتغلت حاجة إدارية قبل كده؟ قلت له لأ. قال لي هتتعلم ميزانية، هتتعلم لوائح، هتاخد قرارات غلط وهتاخد قرارات صح، هتكون فرقة. فده هدك مجهود ضخم وكبير، بتبني من اول وجديد حاجه مش موجوده. نعم. هدعمك، ما تعملش اي حاجه، الماليات هتسال فيها، كذا هتسال فيه، كل حاجه تسال فيها، ما تاخدش قرار متسرع. وشرح لي، قال لي هات كرسي تعالى جنبي. حلو. بص يا كابتن انا كل ده، يعني دي في مدينه نصر؟ انا كل ده بصراحه لو سالتني كانسان بني ادم انا مستغرب. لان ليه شادي؟ انا بتكلم الحقيقه اللي كانت جوايا. ليه شادي؟ وممكن البعض يستغرب، هو الكابتن ازاي اختار شادي؟ ما كانش معايا، فصممت اتكلم في الموضوع ده. قال لي لا. قلت له كابتن عشان خاطر اديني دقيقه. قال لي لا، بقول لك لا. قلت له كابتن اديني دقيقه. قال لي عايز تقول ايه؟ ما تتكلمش في اي حاجه فاتت، احنا اولاد النهارده. فاولاد النهارده اراك. فقلت له طب كلمة واحدة. قلت له الاستقبال اللي أنا شايفه كلامك لشخصي ممكن ما كنتش شايفه قبل كده خالص. نعم. فأنا بعتذر لك لو أنا في يوم من الأيام ضايقت مشاعرك حتى لو دقيقة. عشان ليه؟ عشان الاستقبال من أول ما دخلت النادي وكلام حضرتك معايا بشكل ودي رجعت العلاقة اللي كانت سنين طويلة، كان كلها بطولات ونجاحات مع بعض. نعم. وشفت حضرتك في كل المناصب. انا بشكرك وبوعدك هبقى مقاتل، وعايز انجح. عشان انجح لازم دعم حضرتك معايا. وبوعدك كل حاجه عمر ما هيجي غلطه مني، لان فعلا انا هعمل كده، بس محتاجه وقت اسال. نعم.
اتعلم اتعلم نعم. استشف الدنيا فيها ايه في القصه دي وارجع لحضرتك بملف كامل. قال لي اسبوع كويس؟ قلت له ماشي يا كابتن. بعد يومين اتصل بيا تعالى لي على الشيخ زايد. قمنا يعني مشوارك من مدينه نصر الشيخ زايد. نعم. رحت. كنت جهزت نفسك؟ كنت جهزت شويه. في يومين ما اقدرش اعمل حاجه. ثم اداني ملف قال لي ذاكر لي دوت شوف لي الوضع في ايه. عجبني حاجه وبعترف على الشاشه اللي ذاكرتها كويس جدا كان عقد ما. فقلت له ده ما يناسبش النادي الاهلي. فقال لي انت شايف ايه؟ قلت له نلعب عقد اللعيبه؟ لا عقد كنا هنعمله. نعم. حد يعني نلعب باسمه. نعم. فلقيتها ما تناسبش اسم النادي الاهلي خالص. فقال لي اجهز عشان تعرف ولغى هذا عشان هناخد فورا مع الاهلي كان هياخد فيه فلوس. بالظبط فلوس كويسه. بالظبط. نعم. قال لي اقتنع بكلامي فحسيت بقى عارف يا كابتن مروح ثقه بقى خلاص ثقه ومروح مبسوط سعيد سعاده مش انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم ما ناقشنيش. فبعد كده بقى قعدنا قال لي جهز ملفك كويس ما باخدش في قرارات بتبقى حازمه مني لكن في الاول وفي الاخر لازم تعرض على لجنه التخطيط يسمعوك اجهز كويس لان هتتسال وجهز الهيكله بتاعتك مين هتحب تشتغل معاه والكلام ده كله كويس. فعملت اخترت جهازك بالكامل؟ اخترت بالكامل جهز سالت كويس قوي اول حاجه اخلاقيا مين من النادي الاهلي يقدر يساعدني ببعض المناصب. مين ابرز الاسماء معاك يا شادي؟ ابرز الاسماء معايا طبعا كابتن وائل السيد جايبه من دجله خبره كبيره جدا بيقدر يساعدك محترم اخلاق مفيش جمله عليه مش كويسه. معايا الكابتن اكرامي معايا الكابتن علي السعيد مدرب اكرامي بتاعنا؟ لا على فكره هو والده سماه اكرامي علشان اهلاوي جدا اصلا ومتخصص في السن ده جايبه 15 سنه راح صنع في السعوديه فرقتين فقلت هيقدر مع الكابتن وائل يعملوا شغل كويس. جبت كابتن علي السعيد كان ماسك في دلفي وكان بينافس الفرق الكبيره بيتعبهم في الماتشات في سن 18 سنه هو موجود. معاه الكابتن اميره والكابتن ايات عبد الخالق ال 15 سنه. وبقى جبنا الدكتوره رود من اشتغلت في النادي الاهلي اعتقد 12 سنه خبره كبيره جدا. مدربين الحراس كابتن تامر الدسوقي ده تامر جميل جميل الفريق الاول. نعم. جبنا كابتن فتوح وانور وجدي للقطاعات الصغيرين شغال قطاعات كمان في قطاعات صغيرين 15 و18 فريق من بعد شهر ونص بيلعبوا مسابقات وكده هيبتدوا الاسبوع الجاي ان شاء الله. حلو قوي. وهنا ابتدينا حبينا ان احنا نبتدي كبار فجبنا مستر ديمتري مدرب فرنساوي. مين صاحب فكره ديمتري؟ اكيد هقول الحقيقه كنت انا والكابتن زكريا ناصف والكابتن وامير توفيق يعني كان لازم تشاورنا مع بعض ثم عرضنا الامر على الكابتن محمود الخطيب اخذ القرار قال فكرتنا اللي كنا نبتدي كبار وفي نفس الوقت مخطط الاحمال معاه فرنسي ماكسيم على اعلى مستوى الاثنين خبرات في متخصصين في كره القدم عند ديمتري على سبيل المثال كان ماسك ليون باريس سان جيرمان النادي اللي بياخد الدوري في روسيا النادي اللي بياخد الدوري في الصين قعد اخذ معاهم دوري ورحب جدا ذاكر النادي الاهلي كويس جاي حافظ يعني النادي بيتكلموا عنه كويس بصراحه شغل بس مركز في الشغل بيقعد في النادي من 9 الصبح بيمشي 7 و8 و9 بالليل فعلا في انتوا في التجمع في التجمع ترتان جديد ملعب ترتان جديد ترتان جديد وابتدينا نشتغل بقى على الكلام ده كله بس في الاول وفي الاخر خليني ادي الحق لاصحابي. انا عايز اشكر جدا جدا الكابتن محمود الخطيب مش عشان انا في قناه النادي الاهلي واللي عرفني كويس انا ما بعرفش انافق انا بعرف اقول الحقيقه. كابتن محمود الخطيب جالنا تعثرات في التعاقدات تدخل بنفسه حسم في يومين فعلا دي حقيقه. هل فعلا في لاعبات كانوا عندك وليله ماتش الزمالك راحوا الزمالك؟ الكلام ده مش صحيح غير صحيح بيحاولوا كالعاده زي ما بيعملوا مع فريق كره القدم الشباب بتوعنا حاولوا يعملوا معانا كده لكن فضلنا السكوت ما بنتكلمش احنا بنشتغل بس. نعم. وهنا ليه بشكر الكابتن محمود الخطيب تدخل في اوقات صعبه حسم حاجات كتير جدا وبنفسه